اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسون 4 اللي بعنوان الديسمال نمبرز. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد درس جميل جدا وهيسهل علينا ان احنا نتعامل مع الفراكشنز. طيب ايه هي الديسمال نمبرز؟ لما نحب نتكلم عنها نقول ايه؟ نقول هي صوره من الصور اللي بنعبر بيها عن النمبر، بس الصوره دي بقدر اشوف فيها على طول الهول وانز قد ايه والفراكشن قد ايه. الكلام ده احنا خدناه قبل كده في انهي صوره؟ الصوره بتاعت الميكسد نمبر. الميكسد نمبر لما كنت باجي ابص له على طول كنا بنقدر نحدد الهول وانز قد ايه والفراكشن اللي جنبه قد ايه. الدرس بتاعنا النهارده نفس الكلام، الديسمال نمبر دي برضك من الصور اللي لما ابص لها على طول بقدر اقول انا عندي هول وانز قد ايه وعندي فراكشن قد ايه. طب ايه الاختلاف بقى ما بين الديسمال نمبر والميكسد نمبر؟ الاختلاف بسيط جدا، ان الديسمال نمبر الفراكشن بتاعه لازم يكون الدينومينيتور بتاعه استن. يعني مثلا لو انا عندي 2 اند 5 اوفر 10، الصوره دي عباره عن ايه؟ عباره عن ميكسد نمبر. اول ما بصيت لها على طول شفت ايه؟ شفت الهول وانز وشفت الفراكشن. الصوره دي بقى هناخدها ونحولها للصوره دي. الصوره اللي انتم شايفينها دي اسمها الديسمال نمبر. طب فين الهول وانز؟ الهول وانز اهي. طب فين الفراكشن؟ الفراكشن اللي هو الفايف ده. بقى ينفع اقول على الفراكشن عندي فايف؟ لا، ما احنا هنتفق ان احنا الهول وانز هنكتبها وهنحط بوينت هنا كده هنسميها الديسمال بوينت. اللي يجي على يمينها ده بيبقى اجزاء من التنس، بيبقى بارتس فروم تنس. يعني الفايف دي عباره عن فايف بارتس فروم الايه؟ فروم التن. يعني لما نيجي نبص على الفراكشن ده، ده فراكشن. الفراكشن ده لما اجي اعبر عنه بنقول عليه ايه؟ 7 اوفر 10، 7 بارتس فروم 10 بارتس. دي الصوره اللي احنا اتعودنا نكتب عليها الفراكشن في ليسون 2 اللي هي البروبر فراكشن. طب لو عايز اكتبه بالصوره بتاعت الديسمال نمبر بنعمل ايه؟ بنحط بوينت كده في النص بنسميها الديسمال بوينت. على الليفت منها على الشمال منها بنحط الهول وانز. انا ما عنديش هنا هول وانز وبالتالي لازم احط كده زيرو. طيب الفراكشن عندي في عندي كام بارتس فروم 10؟ عندي 7 بارتس، يبقى نكتب جاست 7. يبقى انا لما اشوف المنظر ده افهم على طول ان انا عندي فراكشن اسمه 7 اوفر 10. يبقى ايه هي اهم حاجه في الديسمال نمبر؟ ان لازم يكون الفراكشن بتاعه ديفايدد ايه؟ ديفايدد 10. طالما الفراكشن ديفايدد 10 اقدر احطه على الصوره دي. طيب لما نيجي نقراه بنقول عليه ايه؟ 7 تنسز عادي خالص زي ده، ده اسمه برضه 7 تنسز. او بنقول عليه بقى 0.7. بنيجي نقراه بصوره سريعه نقول 0.7 وممكن نقول 0.7. ساعات ننطق الزيرو بايه؟ بأو. طيب هنا لما اجي انطق ده اقول عليه ايه؟ 2.5. طبعا نطقه سهل جدا. او 2 and 5 tenses، لكن على طول هنتعود ان احنا ننطقه 2.5 0.7 and so on. طيب نطلع بايه من الجزئيه دي؟ نطلع ان احنا عندنا صوره ثانيه ممكن اكتب النمبر بيها وساعتها بنقول عليه ان هو ديسمال نمبر. ديسمال نمبر بيتكون من هول وانز وعندي فراكشن بارتس ويفصل ما بينهم بوينت بنسميها الديسمال بوينت. تعالوا مع بعضنا ناكد على فهم الجزئيه دي. الشكل اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ اسمه ديسمال نمبر. متكون من ايه؟ متكون من بوينت بنسميها الديسمال بوينت. اون ذا ليفت فروم ذا ديسمال بوينت، على الليفت منها موجود الهول وانز. يعني ال2 دي معناها ان انا عندي 2 هول وانز زي دول كده هم، عندي 2 كاملين. طيب اون ذا رايت فروم الديسمال بوينت ده بنسميه الديسمال بارت. يبقى ده الهول بارت وده الديسمال بارت. كلمه ديسمال يعني هو اجزاء من التنس، زي ما انتم شايفين كده الجزء ده كله بنسميه 5 بارتس فروم 10 بارتس. يعني ده كده 5 ديفايدد 10. لما اجي اعبر عنه بالديسمال نمبر بكتب كده 0.5. اول ما اشوف هنا 5 اعرف ان هي 5 بارتس فروم 10 بارتس. يبقى لما نيجي نكتب الشكل ده او نعبر عنه نكتبه ازاي؟ نكتبه كده 2.5، يعني 2 هول وانز بلس 5
5 اوفر 10 او 0.5. ممكن حد يقول لي يا مستر ما ينفعش الفراكشن ده يكون اي حاجه تانيه وتحت مثلا مش 10، 5 اوفر 12 مثلا. اقول له لا، لازم يكون تحتيه 10. علشان كده لازم نتدرب ونعرف ازاي نخلي الدينومينيتور ب 10. يعني الدرس بتاعنا ده كله هنلاقي اكتر حاجه بنعملها او اكتر حاجه بنفكر فيها ازاي نوصل الدينومينيتور للايه؟ لل 10. نيجي نشوف كده الاكزامبل ده. انا عندي امبروبر فراكشن 25 ديفايدد 10. لما بنيجي نحوله لميكسد بنقول ايه؟ ايه اقرب حاجه في تيبل 5 توصلني لل 25؟ 2 تايمز ال 10. يبقى انا عندي 2 اهي، بنكتب ال 2 ونقول بيبقى كام عشان اوصل لل 25؟ يبقى 5. يبقى 2 بلس 5 اوفر 10. ال 2 بلس ال 5 اوفر 10 ممكن اكتبها بطريقتين، يا اما بطريقه الميكسد نمبر يا اما بطريقه الديسمال نمبر. اوكي؟ طيب نيجي نبص هنا 354 ديفايدد 10. لما بنيجي نعمل لها لونج ديفيجن بنلاقي ان هي هتيكوال معانا 35، وال 35 دي توصلني لحد ال 350. يبقى كام بقى عشان اوصل لحد 354؟ يبقى 4. نكتب ال 4 اوفر 10. طيب المنظر ده ممكن اكتبه ازاي؟ ممكن اكتبه زي الليسون اللي فات على الصوره دي الميكسد نمبر، او ممكن نكتب الشكل ده بالصوره دي ال 4 اوفر 10. بعملها كده، بحط بوينت واكتب جنبيها 4 بس. والصوره يا اولاد بتاعت ديسمال صوره مهمه جدا وهتسهل علينا كتير قوي في عمليه الاديشن والسبتراكشن. هنلاقي ان الاديشن والسبتراكشن للديسمال نمبر سهل قوي. هنا بقى يا اولاد في ملحوظه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. هو انا الامبروبر فراكشن اللي انا بدات بيه ده اللي هو 25 ديفايدد 10، لو واخدين بالنا ديفايدد 10، لقيناه بقى شكله عامل ازاي في الديسمال نمبر؟ عامل كده 2.5. ايه اللي حصل؟ حطينا بوينت بعد اول ديجيت فروم ذا رايت، ولما قلنا 354 ديفايدد 10 لما جينا نشوف صورتها بقت عامله ازاي بالديسمال نمبر عامله كده 35.4. يعني بنلاحظ ايه؟ بنلاحظ ان انا بحط البوينت بعد اول ديجيت فروم ذا رايت. يعني لو انا عندي الدينومينيتور عندي 10، بنبص كده من على الرايت نعد اول ديجيت ونحط بوينت بعدي. ناخد بالنا ان بعد كده هنلاقي ان الدينومينيتور عندي لو بقى 100 هنحط البوينت افتر 2 ديجيتس. اوكي؟ يبقى اي فراكشن عندنا ديفايدد 10 ممكن على طول اكتب النيومريتور بتاعه واحط ديسمال بوينت بعد اول ديجيت فروم ذا ايه؟ فروم ذا رايت. وطبعا هنتدرب كتير قوي قوي في الاكسرسايز على الموضوع ده. نيجي نشوف الصوره دي لما يقول لي 32 ديفايدد 10 احولها ازاي بسرعه للديسمال نمبر؟ على طول اقوم حاطط بوينت بعد ايه؟ اول ديجيت فروم ذا رايت، تبقى ايه؟ تبقى 3.2. هنا 126 ديفايدد 10 ده امبروبر فراكشن، احوله ازاي على طول لديسمال نمبر؟ نزود بوينت بعد 1 ديجيت فروم ذا رايت، تبقى 12.6. تعالوا مع بعضنا نشوف الاكزامبل ده بيقول لي ايه. بيقول لي convert each of the following to the decimal form. الديسمال فورم يعني الصوره الديسمال او الديسمال نمبر. then read the decimal number. هو هنا مديني مجموعه من الفراكشنز بيقول لي حولها. اول حاجه 3 over 5 دي نكتبها ازاي بالصوره الديسمال؟ اول حاجه لازم اخلي الدينومينيتور ب 10. يبقى ايه هو الايكويفالنت فراكشن للفراكشن ده اللي الدينومينيتور بتاعه ب 10؟ نسال نفسنا، هو انا ال 5 عشان اوصلها ل 10 لازم اعمل لها تايمز كام؟ تايمز 2. يبقى لازم نعمل للنيومريتور تايمز 2. يديني كام؟ يديني 6 اوفر 10. يبقى ال 6 اوفر 10 از ايكويفالنت تو 3 اوفر 5. الاثنين ممكن نقول عليهم ايكوال فراكشنز او ايكويفالنت فراكشنز. طيب انهي فراكشن من دول اللي ممكن نكتبه على صوره الديسمال 4؟ الفراكشن ده. ليه؟ علشان الدينومينيتور بتاعه بكام؟ ب 10. طيب ده فراكشن ولا فيه هول وانز؟ لا ده فراكشن بس، يبقى هنقول على طول بتيكوال 0.6. عملنا ايه؟ ال 6 اوفر 10 كتبتها 6 وحطينا الديسمال بوينت وما عنديش هول وانز عشان كده حطيت 0. طيب يلا هنا الفراكشن عندي ديفايدد 10 ولا مش ديفايدد 10؟ لا مش ديفايدد 10، ده ديفايدد 2. يبقى اول حاجه عاملها
لازم احول الفراكشن بتاعي لايكويفالنت فراكشن لفراكشن تاني زيه، ويكون الدينومينيتور بتاعه 10. طب دي هتساوي معايا ايه؟ هيبقى عندي ال 12 زي ما هي، ال 2 دي لازم اخليها 10، يبقى ال 2 عشان اوصلها لل 10 نعمل لها تايمز كام؟ تايمز 5. يبقى لازم ال 1 ده اعمل له تايمز 5 يديني ايه؟ يديني 5. يبقى الصوره اللي انا وصلت لها دي بتساعدني ان انا اكتب الفراكشن في الديسمال فورم. نكتبه ازاي؟ نحط البوينت هنا اهي، عندي هول وانز عندي 12 نكتبهم هنا، عندي فراكشن اسمه 5 اوفر 10 نكتبه هنا ازاي؟ نكتب ال 5 بس. اوكي، طب ده اسمه ايه؟ 0.6. ده اسمه ايه؟ 12.5. ماشي. طب يلا هنا 14 ديفايدد 5 هل نحوله لميكسد؟ ناخد بالنا انا ممكن اشتغل على الامبروبر على طول، ودي ميزه حلوه جدا في الديسمال 4. طب هنعملها ازاي يا مستر؟ على طول نقول كده ال 5 عايزين نوصلها لل 10 نعمل ايه؟ نعمل لل 5 تايمز 2، عشان كده لازم اعمل لل 14 تايمز ايه؟ تايمز 2. 14 تايمز ال 2 يديني كام؟ 2 تايمز 4 يديني 8، 2 تايمز 1 يديني 2، يبقى 20 ايه؟ 28. هو احنا ممكن نحول على طول الصوره دي للديسمال فورم؟ ايوه. ازاي؟ انا عندي ديفايدد 10 يبقى هنزود بوينت فروم ذا رايت، ابص بعيني كده من الرايت الاقي ال 8، اعدي ال 8 واحط البوينت بعديها يبقى 2.8. لما نيجي ننطقها نقول ايه؟ 2.8. يلا هنا 48 ديفايدد 40، ايه ده؟ ده ال 40 دي جريتر ذان 10، وايه المشكله؟ ما احنا ممكن نوصل ال 40 لل 10. طب هي كبرت ولا صغرت؟ لا دي صغرت، يبقى هنعمل ديفيجن. يبقى ال 40 عشان توصل لل 10 نعمل لها ديفايدد 4، يبقى عشان كده لازم اعمل لل 48 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 4. التيبلز يا اولاد 4 تايمز 8 اديني 48، 4 تايمز ال 12. اسال نفسي هل ممكن الصوره دي على طول اكتبها بالديسمال فورم؟ ايوه، طالما ديفايدد 10 على طول نزود بوينت فروم ذا رايت تبقى 1.2. لما نيجي ننطقها نقول 1.2. طيب يلا نشوف البليس فاليو للديسمال فورم. انا عندي النمبر 45.2، ادي الديسمال بوينت اهي. اول بليس عندي على الليفت من البوينت بنسميه اليونتس، الهول وانز كلها موجوده على الليفت، يبقى اول بليس عندي اليونتس، وبعد كده التنس، وبعد كده الهندردز. يبقى الفايف دي مكانها فين؟ في اليونتس، والفور في التنس. طيب البليس ده بنسميه ايه؟ تنسز، يعني اجزاء من التنس. يبقى لما اشوف هنا 2 ده معناها ان انا واخد 2 بارتس فروم التن، يعني ال 2 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 ديفايدد ال 10، وال 7 دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 7 ديفايدد ال 10، وال 9 دي 9 ديفايدد ال 10، وال 4 دي 4 ديفايدد الايه؟ ال 10. هنا 125.7 البوينت اهي اللي على الليفت منها على طول اليونتس، يبقى اليونتس فيها 5 والتنس 2 والهندردز فيها 1. طب والتنسز فيها 7 بارتس فروم 10، التنسز يعني الاجزاء من التنس، عندي كام جزء من التنس؟ عندي 7. هنا 1.9 عندي هول 1 يتحط في اليونتس، وعندي 9 بارتس فروم التنس تتحط في التنسز. هنا 20.4 عندي كام هول 1؟ 20، نحط في اليونتس 0 ونحط في التنس 2، 2 تنس يعني 20. طيب وال 4 دي 4 بارتس فروم 10 بارتس اللي هي 4 تنسز. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نشوف اكسرسايز 4، والاكسرسايز كله سهل جدا مفيش مشاكل خالص. بيقول لي write each of the following using the decimal point as in the example. في الاكزامبل زي ما انتم شايفين مديني mixed number واحنا حولناه لديسمال number، ادي mixed 4 وادي الديسمال 4. يلا 7 and 2 over 10 هل هي جاهزة ان انا احولها لديسمال على طول؟ ايوه جاهزة. ليه؟ عشان عندي الدينومينيتور ب 10، يبقى على طول اقول 7.2. ليه 2؟ عشان انا عندي هنا فوق 2، اللي بعديها
5 and 1 over 10 5 and 1 tenses دي جاهزه ان انا اكتبها على الديسمال فورم. ايوه جاهزه. ليه؟ عشان الدينومينيتور عندي is 10. نقول ايه؟ نحط ال 5 as a whole 1 اهي، وال 1 اللي فوق ده احطه هنا كده، يبقى 1 tenses يبقى 5.1 or 5 and 1 tenses. يلا هنا 8 and 7 over 10 نحط البوينت اهي. فين ال whole ones؟ عندي 8. فين الفراكشن؟ عندي 7. 7 7 tenses 7 parts from 10 parts. يلا هنا ده فراكشن less than 1 جاهز ان انا اكتبه على الديسمال فورم. جاهز ليه؟ علشان الدينومينيتور بتاعه is 10. اعمل ايه؟ نحط الديسمال بوينت اهي. هل عندي هول وانز؟ ما عنديش خالص، يبقى نحط هنا زيرو. طب الفراكشن عندي قد ايه؟ 4 بارتس فروم 10 بارتس، يبقى نحط هنا 4 بس، يبقى 0.4. يلا هنا ده فراكشن less than 1، يبقى نحط هنا الديسمال بوينت، نحط هنا زيرو عشان ما عنديش هول وانز، ونحط هنا 1، يبقى 1 بارت فروم 10 بارتس. هنا 15 اند 3 تنسز جاهزه ان احنا نحولها؟ جاهزه، عشان في عندي هنا 10، يبقى نحط الديسمال بوينت اهي اللي بتفصل ما بين الهول وانز والفراكشن. عندي كام هول وانز؟ عندي 15، نحط 15 كده اهي. الفراكشن عندي كام؟ 3 اوفر 10. كام بارتس فروم 10 بارتس؟ 3 بس، حط هنا 3. يلا حل بسرعه بقى. هنا هيبقى 45.8، وهنا هيبقى 10.7، وهنا 142.5. نيجي نشوف اكسرسايز 2. عايزني اكونفيرت الديسمال نمبر تو ا بروبر فراكشن اور ا ميكسد نمبر از ان ذا اكزامبل. هنا 8.1، ال 8 دي 8 هول وانز، يبقى نكتبها كده. طب ال 0.1 تتكتب ازاي؟ تتكتب 1 اوفر 10. طيب 0.6 تتكتب ازاي؟ 6 اوفر 10. يلا هنا 9.4 ادي ال 9 هول وانز. طب ال 0.4 تتكتب ازاي؟ تتكتب 4 ديفايدد 10. يلا 1.2 عندي هول وانز ب 1. الفراكشن اسمه ايه؟ 2 تنسز، يعني 2 ديفايدد 10. هنا 6 هول وانز، الفراكشن 7 اوفر 10. يلا هنا هل عندي هول وانز؟ مفيش، يبقى فراكشن بس ديفايدد 10، ونكتب فوق كام؟ 3. هنا هيبقى 97 اند 1 اوفر 10. هنا 345 اند 7 اوفر الايه؟ 10. يلا نشوف اكسرسايز 3. بيقول لي convert each of the following into a decimal form. طب ما احنا كنا بنعمل كده فوق، بس كان فوق الفراكشن جاهز. هنا بقى الفراكشن جايبهولي الدينومينيتور عندي مش جاهز. ال 5 اوفر 2 ينفع اكتبها على طول بالديسمال فورم؟ لا طبعا، لازم احول التول 10. وعلشان نحول التول 10 لازم اعمل لها تايمز 5، وعشان كده برضو لازم اعمل للنيوميريتور تايمز 5. يبقى ال 5 اوفر 2 تبقى 25 اوفر 10، ده بقى اللي يتحول. اوكي، يبقى احنا هنا قبل ما نحول لازم نجهز الفراكشن بتاعنا. يلا 9 اوفر 2 نعمل ايه؟ ال 2 الاول لازم احولها لايه؟ لازم احولها ل 10. احولها ل 10 ازاي؟ اعمل 2 تايمز ال 5. وطالما عملنا لل 2 تايمز ال 5 لازم اعمل لل 9 برضه تايمز ايه؟ تايمز 5. يبقى عملنا للنيوميريتور تايمز 5 وللدينوميريتور تايمز 5. 9 تايمز 5 45. خلاص كده انا جهزت الصوره اللي ممكن اشتغل عليها. 45 ديفايدد 10 اللي هي 4.5. اتفقنا لما يكون عندي ديفايدد 10 اقوم حاطط على طول بوينت بعد اول ديجيت. 7 ديفايدد 2 هنعمل ايه؟ هنتفق مع بعضينا، شفنا ال 2 نعمل على طول تايمز 5، ويبقى فوق تايمز ايه؟ تايمز 5. يبقى اول حاجه هنتفق عليها ونحفظها ان انا عشان احول ال 2 لل 10 لازم اعمل تايمز 5 فوق وتحت. طيب تديني هنا ايه؟ 7 تايمز 5 35، 2 تايمز 5 10، 35 ديفايدد 10 يعني 3.5. نيجي نشوف هنا 9 ديفايدد 5، ال 5 عشان نحولها ل 10 نعمل لها تايمز كام؟ نعمل لها تايمز 2،
يبقى لازم اعمل للنيوميريتور والدينومينيتور تايمز 2. يبقى هنقول كده ال 9 ديفايدد 5 هنعمل فوق تايمز 2 وتحت تايمز 2، تديني كام؟ تديني هنا 10، 9 تايمز 2 اللي هي ال 18، 18 ديفايدد 10 اللي هي 1.8. ال 1 اوفر 2، ال 2 سهله بنعملها على طول تايمز الايه؟ تايمز ال 5. يبقى لازم اعمل اللي فوق تايمز الايه؟ تايمز ال 5. تديني كام؟ تديني 5 ديفايدد 10. 5 ديفايدد 10 لما نيجي نحط الديسمال بوينت افتر 1 ديجيت فروم الرايت، الديسمال تيجي هنا، هنعمل كده نحط ال 5، بس ما ينفعش نسيبها كده، لازم اقول ان انا عندي 0 هنا، يعني ما عنديش هول 1s لان الفراكشن ده less than 1. طيب يلا هنا 15 ديفايدد 2، ال 2 على طول نعمل لها تايمز ال 5. طب وال 15 تايمز 5 برضه يديني هنا 10، 5 تايمز 5 يديني 25، هيبقى 5 اند وي هاف ايه 2. 5 تايمز 1 از 5 بلس 2 يديني 7، يبقى 75 ديفايدد 10 اللي هي 7.5. يلا اللي بعديها 4 اند 3 اوفر 5، نسيب ال 4 زي ما هي ونشتغل على ال 3 اوفر ال 5. ال 5 عشان اوصلها ل 10 نعمل ايه؟ تايمز 2، يبقى لازم اعمل هنا برضو تايمز ايه؟ تايمز 2، تديني 4 وهنا 6 اوفر الايه؟ ال 10، يعني 4.6. طيب يلا هنا هنسيب ال 248 زي ما هي واشتغل على ال 1 اوفر 2. ال 2 نحولها ل 10 ازاي؟ نعمل لها تايمز 5، يبقى لازم اعمل فوق تايمز ايه؟ تايمز 5، يبقى 248 وهنا فوق هيبقى عندي 5 وتحت ايه؟ 10. طب ده هول 1s نكتبهم زي ما هم كده ونحط الديسمال بوينت، عندي هنا 5 اوفر 10 يعني نحط هنا ايه؟ نحط 5. يلا هنا 14 ديفايدد 20، ايه ده 20 ده جريتر ذان 10، مش مشكله نعمل ديفيجن، يبقى دي اكنها بالظبط كده 20 ديفايدد 2 عشان اوصل لل 10، يبقى نعمل برضو لل 14 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 2. 14 ديفايدد 2 يديني 7، 20 ديفايدد 2 يديني 10، 7 اوفر 10 اللي هي 0.7. يلا هنا 15 ديفايدد 50، ال 50 عشان اوصلها لل 10 اعمل ايه؟ اعمل ديفيجن. طب ديفيجن باي كام؟ باي 5، يبقى لازم اعمل لل 15 برضو ديفايدد ايه؟ ديفايدد 5. 15 ديفايدد 5 يديني 3، 50 ديفايدد 5 يديني 10، 3 اوفر 10 اللي هي 3 تنسز اللي هي تتكتب كده 0.3. طبعا درس سهل جدا مفيش مشاكل خالص، الحاجة المهمة اللي لازم نعرفها ازاي نوصل الدينومينيتور بتاعنا لل 10. يلا بعد كده بيقول لي رايت ان ديجيتس ايتش اوف ذا فولوينج نمبرز از ان ذا اكزامبل، هنقرا ونكتب النمبر اللي اللي احنا قريناه. 4 اند 6 تنسز، 4 يعني 4 ones اند اللي هي الايه؟ الديسمال بوينت، 6 تنسز اللي هي الايه؟ ال 6 دي. هنا 853، ادي 853 and 2 tenses اللي هي ايه؟ 2 parts from 10 parts. هنا 7 tenses عندي whole ones مفيش، ده بيقول لي 7 tenses على طول يعني 7 parts from 10 parts، يبقى نكتبها ازاي؟ 0.7. 5 and 8 tenses، ادي 5 and 8 tenses. 18 ادي ال 18 and 6 tenses، يبقى نحط هنا ايه؟ نحط 6. 76 ادي 76 and 3 tenses، نحط هنا 3. اللي بعديها 635 ادي 635 and نحط البوينت عشان نحط فراكشن، 9 tenses نحط ال 9. 940 ادي 940 and اهو 1 tens يبقى نحط هنا 1. 301 ادي 301 and نحط الديسمال بوينت، 5 tenses يبقى نحط 5. يلا 2000 ادي 2000. 716 يبقى 716 and 8 tenses
حط الديسمال بوينت الايت تنسز اللي هي الايه اللي هي الايت. سهله قوي. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي write in words each of the following numbers as in the example. هنا هيديني الديسمال نمبر وبيقول لي ايه اكتبه. يلا 7 and 3 tenses. شفتوا انا نطقتها ازاي؟ زي ما نطقتها زي ما هكتبها. يبقى 7 and 3 tenses. اوكي؟ يلا 21.4 يبقى 21 and هنا هيبقى ايه 4 tenses. اللي بعد كده 720 and 6 tenses يبقى هنا 700 and 6 tenses. يلا 146 and 7 tenses. يلا هنا 0.2 او 2 tenses يبقى 2 tenses. يلا هنا 2008 and 7 tenses يبقى عندي هنا 2008 and 7 tenses. يلا اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the colored figure الفيجر ده كله represents the number 1 unit write the number that represents the colored parts in each of the following. طبعا سهل قوي. يعني مثلا الحاجات الكالرد دي لو عايز امثلها بديسمال نمبر هقول ايه؟ هو انا عندي كام هول 1؟ ادي 1 2 3 ادي 3 هول 1s. طيب ادي الهول 1 ده في عندي كام بارتس فروم 10 بارتس؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 3.8. سهل قوي. هنا ادي 1 كامل اهو يبقى 1 وهنا عندي الفراكشن قد ايه 1 2 3 4 يبقى 1.4. يلا هنا عندي كام هول 1s 1 2 3 4 5 يبقى انا عندي 5 والفراكشن ده عباره عن كام بارتس فروم 10 بارتس 1 2 يبقى بوينت كام؟ بوينت 2. وناخد بالنا يا اولاد ان الهول 1 او ال1 كله ايكوال كام تنسز؟ ايكوال 10 تنسز. دي مهمه قوي. يعني ال1 الكامل فيه 10 اجزاء فيه 10 بارتس. اوكي؟ يبقى ده كله عباره عن 5.2. طيب ده انا عندي ال1 ما كملش. طب في كام بارت؟ 1 2 3 4 5 and 6 يبقى 0.6. ليه هنا نحط 0؟ عشان ما عنديش هول 1s. هنا ادي 1 ادي 2 يبقى انا عندي 2 هول 1s. فراكشن قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 يبقى 2.7. طب لو دي لو كنا هنكتبها بالميكسد كنا هنكتبها ازاي؟ هنكتبها كده 2 and 7 over 10. ودي كنا هنكتبها ازاي؟ هنكتب كده 6 over 10 ودي هتبقى 5 and 2 over 10. طب اللي بعد كده هنا 1 2 3 4 5 يبقى دي 5. فراكشن قد ايه؟ 1 2 3 يبقى 5.3 او ممكن نقول عليها 5 and 3 over ايه؟ over 10. Exercise 7 بيقول لي if the figure الشكل ده represents the number 1 او ال 1 unit او ال whole 1 color the part of each of the following figures that represents the given number each of the following. يعني عكس الاكزامبل اللي فات. هنا بيقول لي 3.5 يبقى شكلها عامل ازاي؟ لازم نجيب 3 whole 1s وال 5 دي
نلون 5 بارتس من الايه؟ من ال 10 بارتس دول. طيب يعني هنا بيقول لي 2.7، نعمل ايه؟ يبقى هنلون 2 هول وانز، يبقى كل دول كيدز، ادي كده 1 وادي كده ايه؟ وادي كده 2. بعد كده نعمل ايه؟ نكلر 7 بارتس فروم 10، يبقى ادي كده 1 2 3 4 5 6 اند ايه؟ اند 7. يبقى اللي احنا لوناه ده عباره عن 2.7. يلا هنا 4.8 نعمل ايه؟ يعني هنلون ده كده، ادي كده 1 وادي كده 2 وادي كده 3 كده 4، يبقى انا كده عملت 4 هول وانز. بعد كده بيقول لي ايه؟ 8 تنسز، يبقى هنا ناخد 8 بس، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 اند 8. يبقى كل دول ومعاهم الايه؟ ال 8 بارتس دول من ال 10 بارتس عباره عن 4.8. يلا اللي بعديها 0.9، ده هنا ما فيش عندي هول وانز اصلا، ده هي فراكشن بس. كام بارتس من ال 10 بارتس؟ 9 بارتس. يبقى هنعمل كده، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 اند 9. يبقى هم دول ال 0.9 او ال 9 تنسز. يلا اللي بعد كده 2 اوفر 5، جميله قوي بقى. هو هنا جايبها لي ايه؟ جايبها لي بروبر فراكشن. نعمل ايه؟ نحول ال 2 5 لميكسد. ازاي؟ لازم اخلي ال 5 10 نعمل لها تايمز ايه؟ تايمز 2. يبقى لازم اعمل لل 2 دي كده تايمز 2، تديني كام؟ تديني 4. يبقى ال 2 اوفر 5 هي 4 اوفر 10. يبقى هنعمل ايه؟ هنلون 4 بارتس من الايه؟ من ال 10 بارتس دول. يبقى الحته دي بس كده اسمها ايه؟ 4 اوفر 10، او هي ال 2 اوفر الايه؟ ال 5. نيجي نشوف اللي بعد كده، بيقول لي ايه؟ 26 divided 10. 26 divided 10. هو انا مش ممكن يا اولاد نحول دي على طول لميكسد؟ نعملها ازاي؟ نيجي نحط بوينت افتر 1 ديجيت فروم ذا رايت. ادي الرايت اهو. نعد، فين اول ديجيت؟ ادي اول ديجيت. اقوم حاطط بوينت بعديها على طول. يعني تبقى 2 بوينت كام؟ بوينت 6. يبقى هنلون ايه؟ ادي كده 1 هول 1 وانذر هول 1، ان هو بيقول لي 2 يبقى 2 هول 1، وبعد كده 6 ادي 1 2 3 4 5 اند ايه؟ اند 6. يبقى المنظر ده كده عباره عن 2.6. نيجي نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده، بيقول لي ريبريزنت ايتش اوف ذا فولوينج نمبرز اون ذا نمبر لاين. عندي النمبر لاين اهو من اول الزيرو لحد الايه؟ لحد ال 3. المفروض يا اولاد ان الشرط الصغيره دي كده ب 1 تنسز، هو مقسم من اول الزيرو لحد ال 1 قد ايه؟ كام بارت؟ يعني الهول 1 ده متقسم كام بارت؟ يلا نعد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اند 10. يبقى النمبر لاين ده بيريبريزنت ديسمال لاين، يعني الاجزاء بتاعته عباره عن تنسز، مقسم تنسز. يبقى انا عندي لو ده زيرو يبقى اول شرطه دي عندي عباره عن ايه؟ عباره عن 0.1، just 1 tens. طب ودي 0.2. طب واللي بعديها دي بقى اللي هي دي بقى دي عباره عن ايه؟ تبقى ال 0.3 اللي هو حاططها لي دي. يبقى البوينت دي كده هي دي 0.3. يلا 0.4 0.5 0.6 هي دي بقى كده 0.7، يبقى دي كده 0.7. يبقى احنا كده خدنا ال 0.3 وال 0.7. بعد كده واحنا ماشيين كده بيقول لي 1.4، ادي ال 1 ده كده 1.1 1.2 1.3. يبقى البوينت دي كده هي اللي عندها ال 1 بوينت ايه؟ ال 1.4. يبقى خدنا دي كمان. نيجي بعد كده بيقول لي 2.1، اجي عند ال 2 اول واحده تبقى 2.1، يعني ال 2 وزودنا عليها ال 1 تنس ديت، يبقى دي كده اهو البوينت دي كده عبارة عن 2.1. عايزين 2.6 يبقى هنا 2.2 2.3 2.4 2.5، يبقى دي كده هي 2.6. يبقى زي ما انتم شايفين يا اولاد هنا البارت الصغير ده 1 تنس، يعني بنزود واحنا ماشيين 0.1، وده كله بنسميه الديسمال نمبر لاين.
ليه ديسمال نمبر لاين؟ عشان الاجزاء اللي فيه عباره عن تنسز. طيب يلا اللي بعد كده، اصغر واحد مين؟ ال 0.3، يبقى هنا 0.1 0.2، يبقى دي كده، هي دي كده ال 0.3. عندي هنا 0.9، هنا 0.4 5 6 7 8، دي 0.9. خلصنا دي كمان. عندي 1.4 بعد ال 1 يبقى 1.1 1.2 1.3، يبقى دي كده عبارة عن 1.4. خلصنا دي. بيقول لي 2.8، ممكن أعد من هنا أو أرجع من ال 3 ننزل 2 تنسز، يبقى دي كده عبارة عن 2.8. يلا بعد ال 3 بيقول لي هنا 3.2، دي 3.1، دي كده عبارة عن 3.2. 3.7 نعد، 3.3 3.4 0.5 0.6، دي كده تبقى 3.7. طيب يلا هنا بقى، هنا جايب لي ميكسد، بس الميكسد ده الفراكشن بتاعه ديفايدد 10، يبقى كأنه بالظبط مديني الديسمال نمبر. يعني ممكن اقول كده دي 3.2 ودي 1.7 ودي 2.9 ودي كده 0.3 وهنا 1.5 وهنا 0.6. يلا نحط الفراكشنز الاول اللي هي less than 1 اللي هي 0.3 وال 0.6. هنا 0.1 0.2، هنا كده 0.3 0.4 0.5، كده يبقى 0.6 اللي هو ده. يلا عندي 1.5 و1.7، هنا 1.1 1.2 1.3 1.5 اهي، 1.6 1.7. يبقى خلصنا دي وخلصنا دي. في عندي 2.9، ما نعدش بقى من هنا، ناخدها من ناحيه ال 3 انزل بس 1 تنس، يبقى دي كده عباره عن ايه؟ 2.9. 3.2 ادي ال 3، 3.1 دي كده تبقى 3.2. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي write the suitable number according to its place on the number line. هنا زي ما انتم شايفين في 3 و 4 و 5. طب يلا نعد الشرط دي كام شرطه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طالما 10 بارتس يبقى ده decimal number line، يعني ال whole 1 متقسم عندي ل 10 بارتس. يبقى ده عباره عن ايه بقى ده؟ ده كده عباره عن ايه؟ ده عباره عن 3.1. طب وده 3.2، يبقى ده كام؟ يبقى ده 3.3 صح؟ 3.4 3.5 0.6 0.7 0.8، يبقى ده 3.9. انا عرفت ازاي ان هو ديسمال نمبر لاين؟ عشان عندي الهول 1 متقسم 10 بارتس. هنا دي 4 4.1 4.2 4.3 0.4 0.5، يبقى دي 4.6. اكسرسايز جميل وسهل قوي. يلا نشوف هنا، عشان نعرف النمبر لاين ده ماشي ازاي لازم نعد البارتس دي. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. يبقى بين ال 7 وال 8 اللي هو الهول 1 متقسم كام بارت؟ 10 بارتس. وطالما متقسم 10 بارتس يبقى ده ديسمال نمبر لاين. يعني اول بوينت دي عباره عن ايه؟ دي كده عباره عن 7.1. طول ما احنا ماشيين هنزود 0.1 اللي هو 1 تنس. يلا هنا 7.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6، يبقى دي 7.6. يلا 8.1 0.2 0.3 يبقى 8.4. هنا بلاش نمشي من هنا عشان بعيد، نرجع بقى ده لما يكون 10 يبقى دي 9.9 9.8. نبقى اذكياء نشغل دماغنا، ليه امشي من البعيد؟ ما انا ممكن ارجع من هنا. يلا هنا ده لما يكون 11 اللي قبليه على طول تبقى ايه؟ تبقى 10.9. يلا اللي بعديها. ناخد بالنا بقى يا اولاد. يلا نبص كده
ادي 1 2 3 4 اند 5. ده هنا المسافات 5، عندي 5 بارتس، الهول 1 متقسم 5 بارتس. يبقى هل انا ماشي 0.1 ها ولا ماشي قد ايه؟ يبقى الحته دي قد ايه؟ الحته دي 0.2 والحته دي 0.2 والحته دي 0.2، يعني 2 tenths 2 بارتس فروم 10 بارتس. يبقى دي لما تكون 12 يبقى دي كام؟ يبقى دي 12.2. يبقى هنا بعمل skip counting by 2 tenths. اوكي؟ يلا هنا 13.2 13.4، يبقى دي كده 13.6. وهنا 14، نرجع من ال 15 اسهل، يبقى دي 14.8. هنا ده 15.2، هنا 15.4. تمام؟ يلا اللي بعد كده. يقول لي complete the table as in the example. طبعا exercise سهل، بيعرفنا على البليس فاليوز. هنا 416 and 9 tenses. اليونتس فيها كام؟ فيها 6، يبقى دي 6 وادي ال 1 وادي ال 4 وادي ال 9 tenses. 51.3 ادي ال 3 tenses وادي ال 51. يلا 502، من عندي هنا 502 وادي 7 tenses. 137 ادي 137. الله، ونحط هنا ايه؟ نحط 0، مفيش عندي tenses خالص. طب يلا ده عباره عن ايه؟ 483.1. وده ناخد بالنا ما عنديش hundreds، عندي tens 6 في التنس وما عنديش units، يبقى 60.9. هنا 703. يلا اللي بعديها، بيقول لي complete as in the example. 248 فيها كام tenses؟ يعني كام بارتس فروم 10 بارتس؟ 8 اللي هم دول. طب اليونتس قد ايه؟ 9. التنس قد ايه؟ 4. الهندردز فيها كام؟ فيها 2. سهل قوي. طيب يلا هنا التنسز يعني الفراكشن فين هو؟ اللي هو ده في كام؟ 2 تنسز. اليونتس فيها كام؟ ادي اليونتس اهي فيها 6. التنس فيها كام؟ فيها 5. الهندردز فيها كام؟ فيها 7. يلا هنا التنس فيها كام؟ فيها 1. عندي يونتس؟ مفيش، فيها 0. عندي تنس؟ مفيش، فيها 0. عندي هندردز؟ اه في 3. وهنا التنسز فيها 3، اليونتس فيها 7 اهي، التنس فيها 5. نيجي نشوف هنا 197، عندي tenses؟ مفيش، ده هول ones، يبقى هنا 0. عندي units؟ اه دي units على طول، ال 7 تبقى units، وال 10s 9، وال 100s 1. هنا بيقول لي 1 tens 0 units، 4 tens 0 hundreds. يبقى دي البوينت، الديسمال بوينت اهي، هنا 1 tens يبقى 1 هنا، 4 tens يبقى انا عندي 40، 4 tens ب 40. طيب بيقول لنا complete as in the example. 3.2 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 whole ones وفراكشن اسمه 0.2. طيب 5.6 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 whole ones plus 0.6. 9.1 الwhole ones بكام؟ 9، يبقى دي اكنها 9 plus 0.1. ودي اجمل حاجة في الديسمال نمبر، سهلة قوي ان نفصل برضو الفراكشن عن الهول وانز. يلا هنا 8.3، هو بيقول لي هنا ادي ال 0.3 اللي هو الفراكشن، يبقى عندي هنا ال 8 هول وانز. هنا 7.2، يبقى هنا نحط 7 بلس 0.2. ال 7.4 يبقى 7 هول وانز بلس فراكشن اسمه 0.4. هنا ايه اللي يديني 6 بلس 0.3؟ اللي هي 6.3. يلا هنا 38.6، ودي عباره عن ايه؟ ناخد بالنا هنا حطيت الفراكشن الاول والهول 1 اللي بعديه، مفيش مشكله، لان احنا عارفين ان الاديشن ممكن اعمل كوميوتيشن، يعني اجيب ده مكان ده، يبقى دي اكنها 3.2. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. كومبليت از ان اكزامبل.
0.3 بلس 0.7 يديني 1. الهول 1 هنا عايزين نقسمه لجزئين، ال 0.4 بلس ايه يديني 1؟ يبقى بلس 0.6. شفتوا بقى قد ايه الديسمال سهل؟ تبان بقى سهوله الديسمال في الحاجات اللي زي دي. يعني عندي فراكشن احط عليه قد ايه عشان يبقى 1؟ هنا 0.1 يبقى نحط 0.9. هنا ال 0.5 احط عليها كام عشان تبقى 1؟ احط 0.5 برضو زيها. هنا ال 0.2 نحط عليها كام عشان تبقى 1؟ حط 0.8. 0.1 و 0.2 يدوني كام؟ يدوني 0.3. حط عليها كام بقى عشان تبقى 1؟ حط عليها 0.7. ال 3 بارتس تحط عليهم 7 بارتس تبقى 10 بارتس، اللي هو 10 تنسز اللي هو الهول 1. 3 بارتس و 3 بارتس تحط عليهم كام؟ يبقوا 10 بارتس. ما هو ال 1 ده عباره عن 10 تنسز، يعني 10 بارتس اوف 10، يعني 3 بارتس و 3 بارتس 0.6، حط عليهم كام؟ 0.4. يلا هنا 0.4 و 0.3 تبقى 0.7، حط عليهم 0.3 توصلني للهول 1. يلا هنا 0.1 بلس 0.8 تديني 0.9، نزود عليهم 0.1 يديني ايه؟ يديني 1. يلا نشوف اخر اكسرسايز معانا. بيقول لي underline the tens digit، ناخد بالنا التنس اللي هو بعد اليونتس، and circle the tenses digit، ونعمل سيركل على التنسز digit اللي هو بتاع الفراكشنز in each of the following. تعالوا مع بعضينا في الاول نحط خط تحت الايه؟ تحت التنس ديجيت اللي هو هنا ايه؟ اللي هو ال 6 وهنا ال 1 وهنا ال 7 وهنا ناخد بالنا ال 0 ده التنس ديجيت. طب وهنا ال 6 اللي هو السكند ديجيت فروم ذا ليفت اوت، ادي البوينت اهي، يبقى هو السكند ديجيت من الليفت، ادي البوينت السكند ديجيت من الليفت، ادي البوينت 1 2 السكند ديجيت على طول، ادي البوينت يبقى 1 2 يبقى ال 3 دي هي الايه؟ ال 10th place. عايزين دلوقتي نعمل سيركل على ال 10th place او ال 10th digit اللي هو عندي هنا ايه؟ ال 4 وايه كمان؟ ال 3 وال 5 وال 1 وال 9 and الايه؟ and ال 1. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 4، ليسون سهل جدا، خدنا فيه الديسمال نمبر وعرفنا ان هي صوره من الصور اللي بقدر اشوف فيها الهول وانز والفراكشن مع بعض، وعرفنا ان الصوره دي افضل كتير من صوره الايه؟ الميكسد نمبر. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.